وعمل حادثة من نوع معين، شركة التأمين المفروض أن هو أو هو يتوقع أن شركة التأمين تعوض له هذا الحادثة 100%. اللي يحصل أن شركة التأمين تعوض له فقط 50%. فيعني السبب في هذا يعني وين مبدأ حسن النية اللي تفضلت فيه؟ هو حد اشتكى لك؟ هو المفروض طبعا أن شركة التأمين تدفع التعويض كامل، ما تخصمش أي نسبة، لأن يعتمد التأمين على مبدأ هو مبدأ الطلب، لا يكسب من وراء التأمين ولا يخسر من وراء التأمين، ده المفروض. إنما إذا كان في مثلا صاحب سيارة جاي بعد الحادث بأسبوع مثلا ولم يبلغ الشرطة، فإن شركة التأمين هتفترض يعني عدة فروض، لأنه مش هتتركه يهرب بتعويض ملوش حق فيه. فهتفترض إما إن وقت الحادث ما كانش في وعيه، إما أنه استنى ما فاق وبعدين راح بلغ الشرطة، أو ما بلغش بالمرة تحت تأثير يعني مثلا مخدر أو مسكرات أو خمر، أو أنه كان وقت الحادث واحد صاحبه اللي بيقودها أو بيتعلم عليها لسه ما عندوش أجازة قيادة، أو أنه تصالح مع الشخص اللي دعمه سواء بمقابل أو بدون مقابل. طبعا هو من حقه يتصالح ويسامح اللي دعمه، بس مش على حساب شركة التأمين. هنا تختلف شركة التأمين طبعا عن المحكمة. المحكمة عندها يا أبيض يا أسود، يا له تعويض يا ملوش. إنما إحنا بقى بنقنع باللون الرمادي وندفع له 50%. طبعا إذا هو رفض الكمبرومايز هي نوع التسوية من المصالحة أو التسوية دي، ممكن يرجع للمحكمة طبعا. وفي الحالة دي شركة التأمين متأكدة إن هو مقصر، لأنه على ورقة إبلاغ الشرطة موجود إن لازم يبلغ شركة التأمين في خلال 48 ساعة، ولازم يبلغ الشرطة فور وقوع الحادث، وكل الأشياء دي اللي هو تخلف عن القيام بيها بتضيع له حقه في التعويض نهائيا. فهو الحقيقة شركة التأمين ما بتخصمش 50%، دي بتدفع له 50%. هذا أستاذي يقودنا إلى شيء آخر بالنسبة لحوادث السير. حوادث السير اللي تحدث في الكويت يعني مثلا يلاحظ أنها تعرقل السير، وتعرقل سير سيارات والمرور، وتسبب إرهاق لرجال الشرطة في ذات الوقت. لو كان عندنا نظام في الكويت معروف في دول أجنبية أو خارج الكويت مثلا هو نظام المحكمين، يعني أنه ما في داعي تعرقل السير، الناس يجون يعني مثلا معينين يتوصلون إلى نوع من التسوية. يعني لو سمحت أنت لا شك أخبر مني في هذا، أتكرم تعطينا فكرة عنه، يعني هل هو في إمكانية نطبقه في الكويت مثلا هذا النظام؟ هو النظام ده يعتمد طبعا على وجود مكاتب أو أشخاص للمعاينة الفورية. المعاينة الفورية دي اللي تتم وقت الحادث مباشرة يشترط عدة شروط. أولا إن ما يكونش في حادث وفاة أو إصابة بدنية أو مخالفة مرور، لأن ده من حق الشرطة طبعا إنها تحصل مخالفة. إنما إذا كان دعم بس بين سيارتين، في الحالة دي بيجيبوا شخص أو اتنين من المحكمين دول أو خبراء التأمين أو المعينة، والتقرير بتاعهم بيبقى فوري وملزم لشركات تأمين. وفي الحالة دي ممكن على طول يرفعوا السيارة يحطوها رصيف أو يشيلوها بالجراج، وبالتليفون شركة التأمين تؤمر بإجراء التصليحات. وفي الحالة دي مفيش خوف إن شركة التأمين تخصم لا 50% ولا شيء. النظام ده طبعا ممكن يعمل بيه، لأن في وزارة التجارة في مراقبة شركات والتأمين بتجيز لأي شخص أن يقوم بهذا العمل. هو باقي أن شركات التأمين تستعين بالناس دول، يجوز ما فيش حد لسه سجل نفسه لهذا العمل، ولو أنه في محكمين بالنسبة للحريق وبالنسبة للمقاولات، إنما للسيارات مش معمول بيه للأسف. المكاتب دي مش بس هتوفر وقت، هتوفر على المؤمن لهم وقت كتير في التوجه للمخفر والغرامة اللي بيدفعوها أو الضمانة اللي لازم يجيبوها أو الكفيل، وما يضعوش حقهم ولا حق شركة التأمين في الاسترداد من المتسبب فور وقوع الحادث. نعم. إذا تركنا هذا النظام يعني إن بالإمكان إن شاء الله يعني يطبق في الكويت، وهو نظام لا شك مفيد حقيقة، ووفر مثل ما قلنا يعني جهد رجال الأمن، بالإضافة إلى أن يخفف عرقلة السير اللي موجودة أو عند وقوع حادث.
هناك أيضا سؤال آخر يتبادر إلى ذهني عن المبالغ يتحملها المؤمن أو المؤمن له عند وقوع حادث. يعني إيش هي تلك الحالات يعني مثلا لو سمحت؟ ليش تحملها؟ إحنا نقدر نقول نسبة الاستهلاك مثلا، لأنه إذا كان الشخص هيحصل له الحادث تاني يوم التأمين هتكون السيارة لسه جديدة، قطع الغيار اللي هتستبدل هيتركب مكانها قطع جديدة وهي نفس اللي اتشالت جديدة. أما إذا حصل حادث بعد 6 شهور أو بعد سنة والتأمين قلنا يعتمد على مبدأ هو مبدأ التعويض، فمش لازم يربح من وراء التأمين إذا شالوا قطع مستعملة.